غصبا على عداك نرفع رايتك. تحت هذا الشعار يحيي البحرانيون ذكرى عاشوراء لهذا العام. ذكرى لطالما سعى النظام الخليفي لطمس معالمها وتقييد مراسمها، محاربة للشعائر وتضييق على الخطباء والمنشدين وتكميم للأفواه، لم تمنع البحرانيين من إحياء ذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فالثورة الحسينية هويتهم والنبراس الذي ينير لهم الطريق في الصراع المستمر مع طواغيت آل خليفة، طواغيت وضعوا أنفسهم في جبهة الباطل التي ثار عليها الحسين وصحبه وأهل بيته. ذكرى الحسين يؤرق الطغاة ويقض مضاجعهم، فالأحرار يستلهمون من شهيد الطف قيم التضحية والفداء والوقوف بوجه الظلم والطغيان. واقعة حفرت في ذاكرة الأجيال يتوارثونها جيلا من بعد جيل، فشل الظالمون في محوها عبر العصور، وكلما أمعنوا وتمادوا في ظلمهم كلما ازداد عشق وشوق المحبين لإحياء ذكرى كربلاء. وأما فيروس كورونا فهو ذريعة الخليفيين اليوم لمنع مراسم العزاء، أي ذريعة واهية، فهم يعيدون فتح المراقص وصالات الاحتفالات ويريدون منع مجالس أبي عبد الله، حيلة لن تنطلي على البحرانيين الذين عزموا على تأبين سيد الشهداء ملتزمين بالقواعد الصحية، فهي خطوة في طريق القضاء على فيروس آل خليفة الذي أصاب البحرين بمرض خبيث ومزمن لا سبيل للشفاء منه إلا باستئصالهم.